تعاونية إزناغن أنموذج لتعاونيات نسوية كثيرة بجماعتي تزنخت وإزناغن التي تهتم خصوصا بالزربية، حيث تتفنن نسوة المنطقة في نسجها بمعاييرها التقليدية. صناعة نغتدستيان، صناعة تقليدية. لا نعرف القيام بصناعة يدوية سوى نسج الزربية، حيث تتجمع النسوة في التعاونية لصنعها، ومن خلالها نقوم بتسويق منتوجنا الذي يساعدنا في حياتنا. ما يفوق 62 امرأة تنخرط في هذه التعاونية، يأتين من عدة دواوير ويحققن حوالي 20,000 درهم ربحا سنويا. لقينا هاد الوالدين ديالنا كيخدموا في الزربية، وحنا حتى حنا كنتعلموا منهم، حتى ولينا بحالهم. دابا كنعرفوا الزربية وسهل عندنا. انت تغنشطرجو يمكسوا لنا رزقنا. صناعة الزربية هي كل ما نعرف في حياتنا. الأسواق السابقة لا تدر علينا أرباحا جيدة حتى تم إنشاء هذه التعاونية، فبفضلها أصبح المردود يتطور. وردات سواغيك تغايد زرين. إبداعات نسوية أخاذة بأناملهن يكابدن سيرورة حياتهن في العالم القروي. منتوجات يدوية تخطت آفاق قريتهن لتصير نحو التصدير إلى الخارج.